في عام 2011 أحيت حركة السلامة الصناعية في اليابان عامها 100، بينما كانت تتخلف أكثر من 100 عام عن الدول الصناعية الغربية، اتخذت اليابان شعارين في شق طريقها نحو التحديث، الأول زيادة الثروة والقوة العسكرية، والثاني تشجيع الصناعة الحديثة، ونتيجة لذلك تحولت البلاد إلى دولة صناعية عصرية في وقت قصير جداً. ومع بروز عصر ميجي كان جوهر الصناعات قائما على التعدين والصلب والصناعات النسيجية بما فيها الغزل والحرير، لكن العمال في هذا العصر كانوا يعملون في ظروف سيئة للغاية. في عام 1911 أي نهاية عصر ميجي، سن في البرلمان الإمبراطوري قانون المصانع، وهو أول تشريع عمالي في اليابان يهدف لحماية العمال، لكن لم تتبلور حركة سلامة صناعية إلى أنشطة منظمة تمارس في أماكن العمل في اليابان إلا عندما انتهى عصر ميجي وبدأ عصر تايشو. في عام 1912 العام الأول في عصر تايشو، استقدم ماسايوكي أوداغاوا من فوروكا للتعدين مبدأ السلامة أولا من الولايات المتحدة، حيث رأى هناك كيف كان يروج له في قطاع الصناعة الأمريكي. استخدم أوداغاوا عبارة السلام أولا، ووضع عدة لافتات تحمل العبارة في منجم أشيو للنحاس، وقام أيضا بإعداد وتوزيع كتيب لإرشادات السلامة للحث على السلامة في المصنع. كانت هذه الخطوة الأولى لحركة السلامة الصناعية في اليابان. لاحقاً ترك كل من الرائدين توشيبو ميغامو في شرق اليابان وكيتشي ميمورا في غرب اليابان أثراً كبيراً في حركة السلامة الصناعية في البلاد، وكانت الحوادث المميتة في مصانعهما في عام 1914 هي السبب في تفتح أعينهما على حركة السلامة. في تلك الأثناء حقق ما يعرف بديمقراطية تايشو تقدماً مع تنامي التوجهات الليبرالية والترويج للانتخابات الشعبية والحركة العمالية، وفي خضم ذلك برز كاكيتشي أوتشيدا رائداً جديداً على الساحة، وتعرف أوتشيدا أيضاً على فكرة السلام أولاً في الولايات المتحدة بعد 4 سنوات من تعرف ماسايوكي أوداغاوا عليها، وأصبح شديد الانبهار بالفكرة. كان إلبرت هنري غاري رئيس شركة الصلب الأمريكية، وهي شركة الصلب الأولى في العالم حينها، كان مكروباً بسلسلة من الحوادث في مكان العمل، فقام بتغيير سياسة الإدارة إلى السلامة أولاً، الجودة ثانياً، الإنتاج ثالثاً. ولأن هذا التغيير أدى إلى هبوط كبير في الحوادث الصناعية بينما تحسنت في نفس الوقت الجودة والإنتاجية، فقد انتشر شعار السلامة أولاً في جميع أرجاء الولايات المتحدة. بعد عودته إلى اليابان ترجم أوتشيدا هذه العبارة وحاول الترويج للفكرة في البلاد. كان ذلك نشأة شعار السلامة أولاً المتداول حتى وقتنا الحاضر. إلا أن حركة السلامة واجهت أشكالاً متعددة من المقاومة قبل أن ترسخ، وبفضل حماسة أشخاص مثل غامو وميمورا وأوتشيدا انتشرت حركة السلامة تدريجياً لتصبح حركة اجتماعية تتجاوز الطموح الفردي والنشاطات في بعض أماكن العمل. وبفضل جهود غامو وأوتشيدا وآخرين عقد أول أسبوع للسلامة في عام 1919 مع أنه لم يتجاوز طوكيو،
ولم تكن المشاركة مقتصرة على الدائرة الصناعة فقط، بل شاركت أيضاً جمعيات نسائية ومدارس والشرطة ومحل البيع بالتجزئة وأشخاص من مجالات أخرى، حتى أن المناسبة وردت في العناوين الرئيسية للصحف. وفي تلك المناسبة أيضاً تم اعتماد الصليب الأخضر رمزاً للسلامة باقتراح من غامو. ولدت جمعية الرعاية الصناعية لتكون المظلة المنظمة لعمليات التنسيق والتعاون مع الجمعيات الصناعية المحلية في أرجاء البلاد، وتولى غامو منصب المدير وساهم بنشاط في نشراتها. في السنوات الأولى من عصر شوا بدأت كافة أشكال حركة السلامة الصناعية في التطور. بداية أصبحت اليابان أول دولة في العالم تحول أسبوع السلامة فيها إلى مناسبة قومية، واستمر عقد أسبوع السلامة من عام 1928 إلى وقتنا الحاضر دون انقطاع. في تلك الأثناء برزت حركة السلامة بروزاً كبيراً مع بدء بعض أماكن العمل في بذل جهود نشطة لمنع وقوع الحوادث الصناعية. عقدت جمعية الرعاية الصناعية أول مؤتمر قومي للسلامة الصناعية في غاكوشي كايكان بطوكيو في نوفمبر تشرين الثاني عام 1932، وكان هذا المؤتمر اللبنة الرئيسية للمؤتمر القومي للسلامة والصحة الصناعية الذي يقام في وقتنا الحاضر. لكن منذ اندلاع الحرب اليابانية الصينية عام 1937 هيمنت هيئة زمن الحرب على الظروف الاجتماعية في اليابان، وتحولت حركات السلامة والصحة إلى فترة ركود مظلم تبعتها هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. بعد الهزيمة مباشرة تولت إجراءات التحول الديمقراطي التي اتخذها قائد قوات التحالف بوتيرة سريعة، ما أدى إلى إحداث ثورة سياسية وثقافية في اليابان. سن قانون معايير العمل ليحل محل قانون المصانع ويأذن بعهد جديد من حماية العمال. في عام 1950 زار الدكتور والتر من الولايات المتحدة اليابان، وقدم العديد من المقترحات المتعلقة بأنشطة السلامة فيها، وآنذاك كان معدل وقوع الحوادث في كبرى الصناعات اليابانية أعلى بأكثر من 10 مرات مقارنة بالولايات المتحدة. أحدثت الحرب الكورية في عام 1950 إقبالاً من نوع خاص على الطلب في اليابان، ومع هذه الطلبات بدأ الاقتصاد الياباني يظهر علامات التعافي، وعلى إثر ذلك انبثقت أخيراً حركة سلامة جديدة في عصر جديد. تأسست لجنة اتصالات السلامة ل6 شركات للحديد والصلب في عام 1950، وبدأ الأعضاء تبادل زيارات تفقد السلامة. بعد 5 سنوات انخفض معدل وقوع الحوادث انخفاضاً كبيراً إلى نحو 10 ما كان عليه سابقاً. أظهرت المبادرة الطوعية لشركات الصلب التي كانت رائدة آنذاك التوجه الأمثل لحركة السلامة لحقبة ما بعد الحرب، وكان لها تأثير كبير على القطاعات الصناعية الأخرى، فقد بدأت قطاعات مثل بناء السفن والإسمنت والسيارات وصناعة كبريتات الأمونيوم والقلويات وإنشاءات السكك الحديد الخاصة والمعادن والتعدين والفحم وغيرها الانخراط في حركة السلامة. نشطت أيضاً حركات في مجال الصحة الصناعية متأثرة جزئياً بإلزامية تعيين مشرف صحي بناءً على قانون معايير العمل.
انتهاء مصطلح ما بعد الحرب. استخدم هذا التعبير في التقرير الاقتصادي للعام المالي 1956، وانطلاقاً من منتصف خمسينيات القرن الماضي سلكت اليابان مسار نمو مرتفع غير مسبوق يقوم على الابتكارات التقنية. أثناء تلك المدة استقدم اتباعاً مواد خام جديدة وأساليب ومعدات، لكن ذلك أدى في نفس الوقت إلى ظهور أمراض مهنية جديدة. وارتفعت الحوادث الصناعية بسرعة كبيرة، حيث وصلت ذروتها عندما وقعت 480 ألف إصابة و 6712 حالة وفاة في عام 1961 عندما حلت الكوارث بصورة متعاقبة. ومع ظهور الآثار السلبية للابتكارات التقنية والتطور الصناعي بصورة واضحة، شن القطاعان العام والخاص حرباً على الحوادث الصناعية. عندما انطلقت خدمات خط توكايدو للسكك الحديدية وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، تأسست جمعية اليابان للسلامة والصحة الصناعية جيشا، وقام أيضا رجال الأعمال في القطاعات الصناعية بصورة منفردة بإنشاء جمعيات للسلامة والصحة الصناعية بهدف تعزيز الأنشطة الطوعية لمنع الحوادث الصناعية. حتى أواخر سبعينات القرن الماضي ظل معدل الحوادث الصناعية مستمراً عند مستويات مرتفعة، لكن قانون السلامة والصحة الصناعية الذي أقر في عام 1972 لتعزيز التطبيق الشامل والمنظم لإجراءات الوقاية من الحوادث أحدث انفراجة في الوضع، وقد أثير آنذاك الكثير من التساؤلات والاعتراضات على إنفاذ القانون المخصص للسلامة والصحة بصورة مستقلة عن قانون معايير العمل القائم. وفي هذا الصدد ساهم منتدى السلامة والصناعة الصناعية لقادة قطاع الصناعة بصورة كبيرة في إقرار هذا التشريع. افتتح مركز تعليم السلامة والصحة المهنية في عام 1973، وبدأ تقديم دورات RST لإعداد مدربين لتعليم كبار العمال. ومنذ ذلك الوقت انتشر تعليم كبار العمال في أماكن العمل بصورة راسخة. كانت هذه الحقبة أيضاً عصراً لإرساء قواعد إدارة السلامة في المجالات الصناعية أثناء مدة النمو الاقتصادي المرتفع، عبر تحسين مستوى سلامة الآلات وتحسين أنظمة إدارة السلامة ونشر النشاطات التي يشارك فيها كافة العمال. ابتدأ الأمر بإقحام الأسلوب العلمي، تحديداً ما يسمى بالسلامة الضمنية،
وهي أدوات تمنع وقوع الحوادث حتى عندما يحدث عطل في الآلات أو تقع أخطاء بشرية. بعد ذلك شهدنا تحولاً عن ترك إدارة السلامة برمتها في أيدي الموظفين نحو تنمية خط لإدارة السلامة، حيث يلعب رؤساء مواقع الإنتاج دوراً مركزياً في تعزيز السلامة. تماشياً مع ثقافة أماكن العمل في اليابان، طورت فكرة الإدارة الهادفة المستخدمة من الولايات المتحدة إلى أنشطة مقسمة على مجموعات صغيرة لتحقيق أهداف بمشاركة جميع العمال. وشهد مجال أنشطة إدارة السلامة ظهور حركة من أجل تغيير العقلية إلى مبدأ الالتزام بما تقرره المجموعة. في عام 1973 روجت جيشا لحملة الخلو من الحوادث تحت شعار مشاركة الجميع في الخلو من الحوادث. في تلك الحقبة التي كانت نشاطات دوائر إدارة الجودة والمجموعات الصغيرة تسلك طريقها إلى ورش العمل، كان يجري الترويج لحملات الخلو من الحوادث في أرجاء البلاد، إلى جانب تقديم دورات KYT أو التدريب على توقع الحوادث وطرق الإشارة والنداء. في السنوات العشر التي تلت إصدار قانون السلامة والصحة الصناعية في عام 1972، انخفض عدد الإصابات المسببة للغياب 4 أيام أو أكثر عن العمل بنسبة 25%، بينما هبط عدد الوفيات إلى النصف. منذ اندلاع أزمة النفط عام 1973، تحولت اليابان من مرحلة النمو الاقتصادي العالي إلى مرحلة النمو المستقر، والتي كانت مقترنة بتغير كبير في الهيكل الصناعي. ففي قطاع التصنيع حقق ما يعرف بالصناعة القائمة على النمنمة بما فيها الأدوات الإلكترونية الدقيقة قفزة كبيرة. ومع زيادة الموجات المتتالية من الابتكارات التقنية مدفوعة بالثورة التي أحدثتها الإلكترونيات الدقيقة، استقدمت الروبوتات الصناعية بصورة متسارعة إلى المصانع، بينما كانت أعمال الأتمتة تتقدم في المكاتب. لكن وقع حادث مميت بسبب أحد الروبوتات الصناعية، وهو ما بات يطلق عليه قضية جريمة القتل التي ارتكبها الروبوت. وباتت المشاكل الصحية التي عانى منها عمال محطات التحكم بالشاشات المرئية تخضع للفحص الدقيق. في حوالي عام 1980 نمت نسبة العاملين في القطاع الخدمي إلى نحو 60%. إضافة إلى ذلك، بدأت القوى العاملة تتقدم في السن، وواكب ذلك تقديم أساليب جديدة للإدارة الصحية تتناسب مع العمال كبار السن. اتخذ هذا الأسلوب نهجاً أكثر استباقاً، متحولاً من الرصد المبكر للأمراض المتعلقة بالمهنة إلى التوعية الصحية للوقاية من الأمراض. وتطور هذا المفهوم إلى الخطة الشاملة لتعزيز الصحة. وقد تطورت الحركة لتصبح تعزيزاً صحياً شاملاً حقيقياً، بما في ذلك صحة القدرات العقلية للموظفين في منتصف العمر والشباب. بعد عام 1989، عصر هيسي. في المدة التي عرفت أيضاً بالعقدين الضائعين، تغيرت التركيبة الاجتماعية والصناعية وأنماط العمل تغيراً كبيراً في خضم التقدم السريع في استخدام تقنية المعلومات وعولمة النشاطات الاقتصادية. في العصر الحالي، حيث يشعر الكثير من الناس بالضغط والتوتر، أصبحت العناية بالصحة العقلية مهمة جداً في أماكن العمل. في السنوات الأخيرة وصلت موجة العولمة أيضاً إلى مجال إدارة السلامة والصحة، وأصبحت إرشادات السلامة المهنية ومنظومة الإدارة الصحية وإجراءات تقييم المخاطر التي تعد جوهر العملية أصبحت معايير عالمية لإدارة السلامة. ومن بين المعايير التي أصبحت تحظى بانتشار عالمي أيضاً إدارة المواد الكيميائية بناءً على النظام العالمي لتصنيف وترميز المواد الكيميائية GHS وتوصيات الأمم المتحدة ومعايير السلامة الشاملة للآلات بناءً على التقييم الصارم.
من ناحية أخرى، انخفضت الحوادث الصناعية بصورة راسخة، ففي العشرين سنة التي تلت السنة الأولى في عصر هيسي 1989، انخفضت الحوادث المميتة والحوادث التي تسبب غياب 4 أيام أو أكثر عن العمل إلى النصف، وانخفضت الحوادث المميتة على وجه الخصوص إلى السدس مقارنة بعام 1961، أي قبل 50 عاما، عندما سجلت الحوادث المميتة أسوأ رقم لها. وفي هذا السياق باتت فرص التعلم من الحوادث مباشرة نادرة، وعلى إثر ذلك برزت تحديات متمثلة في كيفية إكساب الأجيال القادمة الحس المتعلق بالكوارث والحوادث والمعرفة بالحوادث والكوارث. ولذلك بات عدد متزايد من أماكن العمل يساعد العمال على اكتساب الحس بالمخاطر عبر التجارب التي تحاكي الكوارث. علينا أن نمرر بطريقة يعول عليها جهود السلامة التي بذلت في الماضي إلى أجيال المستقبل. أوقع زلزال شرق اليابان الكبير أضراراً غير مسبوقة، وتمضي جهود التعافي وإعادة الإعمار قدماً بوتيرة سريعة في أماكن العمل بالمناطق المتضررة.社員は一生懸命復興作業に当たっています。その中で特に注意をしているのは、朝来た時と同じ状態で自宅に帰っていただく。これを安全と考え、社員には愛するふるさとの復興のために社員と共に頑張っていきます。 أحيت حركة السلامة الصناعية والصحة في اليابان عامها 100 في عام 2011. يقع على عاتقنا توريث تطبيقات السلامة والصحة والتحسينات المتعلقة بها للجيل القادم ولمئة عام قادمة. ياما وا ميدوري دي تايغاي وا زيرو دي زيرو زاي دي كو يوش زيرو زاي دي كو يوش Dear friends, my warmest greetings to you as you mark the centennial year of the occupational safety and health movement in Japan. First, I take this opportunity to convey once more our heartfelt sympathy to all those who have suffered in the wake of the disasters which hit the northeast region of Japan in March this year. Your friends all over the world are confident that the people of Japan, with characteristic courage, strength, and solidarity, will soon recover and come back stronger. Dear friends, the ILO's decent work agenda underscores the importance of the quantity but also the quality of work. It is an agenda that respects human dignity as well as the need for productivity and enterprise development. Tripartite Japan has given strong support to this agenda nationally, and it is also actively supporting decent work initiatives elsewhere. As you know well, prevention of accidents and diseases at work, protecting human life at work is imperative. That's what you're all about. As the celebration illustrates, Japan has been a leader in promoting this goal. And it was not surprising that Japan was the first country to ratify the ILO's promotional framework for Occupational Safety and Health Convention number 187 in 2007. This convention stresses the development and promotion of a national preventive safety and health culture. And your accumulated practical experience will provide a sturdy foundation
for occupational safety and health promotion in Japan. Japan can also play a valuable role in sharing its experience with others and promoting business models and programs based on the full and active participation of social partners in a constructive dialogue. We look forward to reinforcing our collaboration with Japan in our common commitment to promoting safe and decent work for all. Thank you so much, and I wish you a very successful centennial.